اليوم الرابع بتحدي الكيتو دايت الصارم. الساعة هلا 11:25، وأنا بعدني عم بشرب القهوة اللي من الساعة 9 الصبح. بعد هلا ما أخذت الوجبة الأولى، بطني عم تعمل أصوات بس ماني جعانة. ولونا نايمة هون وراي. المفروض اليوم وجبة أو وجبتين، بس على الأغلب رح تكون وجبتين لأنه تأخرت شوي بالوجبة الأولى. امبارح كان العشاء ستيك وخضرة، وأنا ما كملت الأكل كله، فممكن آخذه هذا على الوجبة الأولى لليوم. هنشوف. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? So العشاء اليوم رح أعمل سمك. فعندي هون سامن وهادك. رح أحط ملح. أو رح أحط كمون مطحون، ثوم بودرة، نحط كمان فلفل أسود، عصير حامض بالآخر. حطها بالفرن لتستوي. وهلا بدي بلش بالخضار اللي بدي اسويها حدا. فمثل ما شايفين يعني اكل هيدا البرنامج كتير سيمبل، كله شوي وخضار، يا مسلوقه يا مقليه بشكل صحي طبعا. بس هيك رح يكون. فانتو بتختاروا طبعا البروتين اللي بتفضلوه لليوم ونوع الخضار اللي بتفضلوه، بس طبعا حاولوا تحسبوا مشان تعرفوا تقريبا انتوا قديش عم تاكلوا.